الملة واحدة والشريعة واحدة، السنة واحدة، والرب واحد. والرب واحد. ومن هنا تسقط التعدديات، الذين يقولون بجواز تعدد الجماعات أو تعدد الأحزاب يسقط، فالأمة واحدة، الأمة واحدة، كما في الآية الأخرى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. بمعنى أن كل واحد ساخط ما عليه الآخرون، وكل واحد يريد أن يبني نفسه على أنقاض الآخر. فمعنى على أنقاض الآخر، خرب الآخرين وابني نفسك مكانهم، أنت الحل الوحيد. كل واحد يرى نفسه أنه الحل الوحيد للمجتمع، ثم يدعون أن التعددية تكاتف. كلا، ليست تكاتف، بل هي فرقة، بل هي فرقة، كل واحد مقتنع بنفسه. الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحبل الله واحد وهو القرآن، ما قال وتفرقوا حتى يقول قائل: نحن نتمسك بالدين ولو تفرقنا. لا، الله قال: ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. الملائكة يسألون في القبر كم أسئلة؟ ثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ باقي ما حزبك؟ السؤال الرابع ما هو موجود، السؤال الرابع ما هو موجود، ما حزبك؟ فمن هنا بارك الله فيك يظهر لك بطلان هذه التعدديات المبنية على إسقاط الآخرين. إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. سؤال: هل ندعو الناس الذين هم خارج الإسلام إلى فرقة أو إلى أمة؟ الأمة 73 فرقة. ندعو الناس الذين خارج الإسلام والذين داخل الإسلام إلى فرقة واحدة وهي 73. أما لو قلت إلى أمة، تقول واحد ادخل الإسلام واختر لك واحدا من الثنتين من 73 الذي تعجبك. لا، ما يصلح هذا، هذا ما يصلح، لأنه قال: تفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. إذن 72 في النار، كيف أدعوه إلى أن يكون في واحدة من هذا؟ وهم مسلمون ليسوا كفارا، 73 كيف نعرف أنهم مسلمون؟ اليهود كم عددهم؟ 71 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. إذن كم صفاء؟ واحدة و70 فرقة في النار. النصارى 72، كلها في النار إلا واحدة. إذن 71 فرقة، 71 و70 المجموع 141 فرقة في النار. إذن ما دام أن الأمة 72 فرقة فقط، معناه المسلمون فقط. لو كان المراد حتى الكفار، فاليهود والنصارى فقط من ملل الكفر 141 فرقة، دع عنك غيرهم من الفرق الضالة. فلهذا هذا التقسيم إلى 73 فرقة داخل الأمة، كلهم مسلمون، لكن عندهم العقائد الباطلة التي تزحزحهم عن الهدى إلى الضلال لا إلى الكفر.
تزحزحهم هدى إلى الضلال لا إلى الكفر. فلهذا أنت تدعو الناس ليكونوا في الفرقة 73. وقالوا من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة. في لفظ آخر من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. منهم من ينازع في صحة هذه اللفظة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لكن هي من الرواية بالمعنى، والرواية بالمعنى تصح. فسيد الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوة الجماعة صحابة الكرام، وهي معنى قوله مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلهذا آل الأمر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على نهج السلف الصالح الذين هم الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة ومن تبعهم بإحسان. فهذا الذي يعني ينبغي أن نفهمه ونعلم، نعلم بارك الله فيكم شؤم التفرق. يعني عندما يكون المسلمون متفرقين أحزابا، لو وقفوا في الصف، لو قلنا جماعة خدمة صغيرة، كل واحد يطرح بطاقته الانتمائية هنا خلف راسه في باقيته، وتنظر التشكيلة، كل واحد في حزب، هكذا ما هو ديننا. ديننا ما أمرنا بهذا. والحل ابعد هذه كلها وارمي بها، وقل كلكم تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبتعد الناس عن ما يفرقهم. سؤال: التعددية الحزبية اجتماع أو افتراق؟ افتراق. لا يمكن أن نقول هذا اسم هذا اسم هذا اسم هذا اسم. الافتراق محبوب لله أو مبغوض؟ مبغوض. ندخل في المبغوض لله ولا نخرج؟ أو نخرج؟ نخرج. هذا بارك الله فيكم، واحد زائد واحد يساوي اثنين، مرتب واضح بارك الله فيكم. الله عز وجل يقول عندما ذكر المؤمنين في سورة قد سمع: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يعني المسلمون جميعا فئة واحدة وفرقة واحدة لا تتقسم. جاء شخص وأتى بفكرة وأخذ له جزءا من حزب الله هؤلاء من المسلمين وجعل لهم اسما وحدهم، جاء آخر وأخذ له مجموعة وفعل لهم اسما وحدهم، جاء ثالث وأخذ مجموعة وجعل لهم اسما وحدهم. يا جماعة ما لكم؟ قالوا يجوز، يجوز هكذا، هذا ظن، تعالوا نفحصكم. هذه يا فلان تعال طائفتك هذه. لو نبغ شخص في وسط الجماعة والحزب الذي أنت فيه واقتطع قطعة وسماهم باسم خاص وفصلهم عنك، وآخر فصل مجموعة كذلك، ترضى؟ يقول لا، يحصل مشاكل وكذا، ويجعلون لله ما يكرهون. دين الله رضيت له أن يتفرق، مجموعتك ما رضيت لها أن تتفرق، ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. هكذا بارك الله فيكم. دين الله يتفرق، أمة محمد تتفرق، سهل. جماعة تتفرق؟ لا لا، هذا ما يصلح، هذا ظلم. تلك إذا قسمة ضيزى.